يستقبل ملعب أستاد أحمد خواجة بالمادية الجولة 12 من الدوري التونسي بين فريق أولمبي الباشا والمستقبل الوجيج في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين. لكي تشاهد المباراة معنا الفضل الضغط بالزر لايك والاشتراك بالقناة وشاهد معنا هذا الفيديو حتى الأخير لكي تعرف كيف تشاهد مباراة اليوم. سوف تلعب تمام الساعة 12:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة 2:30 بتوقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، قناة الوطني الوحيد الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة الجرس على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضرب لكم موعد في موعد قادم.